تحية لكم مشاهدينا الكرام، وبرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا تشريعية. قضية اليوم المطروحة على مائدة النقاش قضية في غاية الأهمية لعدد كبير من المواطنين المهتمين بالمجال العقاري ومخالفات البناء في المجال العقاري، حيث وافق مجلس الشورى على القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء. هذا المشروع قانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور والنائب عمرو درويش، وذلك بعد أن تم تقديمه من خلال هذه الأطراف. كان مجلس الشيوخ قد وافق بشكل نهائي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وأجاز مشروع القانون حالات التصالح في المخالفات والتعديات البنائية التي يحظر التصالح فيها، أجاز ذلك بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقا للشروط والضوابط التي يحددها فيما حظر تقنين الأوضاع والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. ترى هناك أسئلة كثيرة من المواطنين حول هذا الموضوع، حول أهمية وجود قانون جديد، نقول قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء في هذا التوقيت. ما التيسيرات الجديدة التي أجازها هذا القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ؟ إلى أي مدى يمكن لهذا القانون أن يعالج الحالات التي لم يعالجها القانون السابق؟ وما هي هذه الحالات؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نجيب عليها في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج من خلال ضيفنا الكريم الأستاذ طارق فتح الله، خبير التطوير والتنمية العقارية. برحب بك أستاذ. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا، ده شرف لي أن أنا أكون في المحراب، دائما محراب الإعلام العربي والمصري والأفريقي. مبنى شمل الإذاعة والتلفزيون، طلع أجيال، أنا واحد منهم، تعلمت منه وتربيت في برامجه، سواء إذاعة أو تلفزيون، خرج عبقرة، خرج الإعلام، خرج الإعلام الخاص كمان، هو اللي طلعه من هنا، طلع من هنا، ودايما في تقدم وتطوير بصراحة، ومش ممكن حد يستغنى عن الإعلام المصري هنا، مش ما لا يمكن. شكرا لحبك يعني لقنوات الهيئة ومحطات إذاعات الهيئة الوطنية للإعلام اللي هي ورثة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بشكرك شكرا جزيلا. واسمح لنا نبدأ في حلقة اليوم من خلال عرض تقرير مبدئي عن الموضوع ثم نبدأ النقاش. نشوف هذا التقرير. وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور وعمرو درويش، وينضم لكل منهما 10 عدد أعضاء مجلس النواب، وتم اختار اللجان المختصة لمناقشة مشروع القانون وإعداد تقرير بشأنه. رئيس اللجنة أكد أن مشروع القانون الجديد جاء ليتخلص من أي عقبات تقف حائلا دون تحقيق أهداف القانون، مشيرا إلى أن هناك جهدا كبيرا بهدف إقرار القانون في أفضل الصيغ الممكنة، وأن هناك عددا كبيرا من نقاط القوة في التشريع الجديد الخاص بالقضاء على ظاهرة مخالفات البناء، منها تخفيض 25% في حالة السداد الفورية، مع إتاحة إمكانية تقسيط للرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات. وأضاف رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن القانون في نسخته الجديدة حمل بين طياته ضمانات نجاحه المتمثلة في نصوص وبنود شديدة الأهمية، متوقعا أن يلاقي القانون الجديد نجاحا غير مسبوق في ظل تعامله مع مشكلات الواقع، وحرصه على أن يتضمن لجان معنية بإجراءات التصالح وإجراء المعاينات، مع إتاحة أن تطلب اللجان تقريرا هندسيا بشأن أوضاع المباني المخالفة وسلامتها الإنشائية، وهي في المجمل مجموعة من أهم النقاط الكفيلة بإنجاح القانون الجديد. بعد ما شفنا هذا التقرير نبدأ النقاش مع ضيفنا الكريم الأستاذ طارق فتح الله. أستاذ طارق، ما أهمية وجود قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء رغم أن كان عندنا قانون؟
اهميته انه هو يعني اصلاح تشريعي بقى، يعني ما بقاش وده انا باشيد بالنائب عمرو درويش والنائب ايهاب منصور ان هم ابداوا يعني بداوا الاصلاح التشريعي بقانون جديد. الحكومه كمان قدمت عشان ما ننساش، الحكومه قدمت تعديل، يمكن تعديل. اما مشروع النائب عمرو درويش وايهاب منصور هو مشروع جديد، ايوه، لقانون جديد، وده احنا محتاجينه في كل حياتنا في العصر الحديث النهارده. تمام. زي قانون المنافسه ومنع الاحتكار، محتاجين قانون جديد لان 2005 ما بقاش ينفع النهارده، فمهما عملت عليه من تعديل مش هيؤدي للنتيجه. عكس اللي قدمه نائب عمرو درويش، وانا بحييه كنائب ونائب مصري وطني دافع عن مصر في مؤتمر المناخ ضد موضوع الولد اللي هو بيتحاكم، والنهارده بيقدم مشروع جديد، وانا حقيقه اتكلمت معاه وحييته على هذا المشروع لانه بنوده هائله جدا، وتوافقنا على معظم البنود كلها يعني. تمام. والباقي هنتركه اللائحه التنفيذيه، وهنتكلم دلوقتي. هو طبعا لسه هيروح مجلس النواب، لسه القانون هيروح مجلس النواب. بالظبط، راح دلوقتي مجلس النواب. راح مجلس النواب. تمام. وابتدى القانون الحقيقه الجديد بقى اللي هم حاطينه بحاجات جديده هائله جدا. يعني على سبيل المثال، كان الاول في تخفيض 25% لمن يقوم باستداد قيمه المخالفه. أيوة. كاش. النهارده الجديد بقت 50%. 50% تخفيض. تخفيض لو سدد كاش. كاش ده حاجه عظيمه خالص جدا طبعا. بتشجع الناس انها تتصالح. طبعا، ما بدل ما هدفع 100 جنيه هدفع 50. 50 جنيه بالظبط. الحاجه الثانيه اللي هو بقت يعني خلى محصوره في لجان محدده للمعاينه بقى، يعني ما خدش هي القانون القديم كان بيقول المعاينه بس متسابه، وكان فيها مشاكل وانا عصرتها سنتين وشويه. من اول خطوه لاخر خطوه، فعشت كل مراحلها المريره بصراحه. وكان فيها في مشاكل في اللجان، في مشاكل في اللجان وفي التقديم وفي مراكز التكنولوجيا في الاحياء، في المراكز ما فيش موارد بشريه كافيه، ما فيش مواد لوجستيه كافيه مع العاملين، يعني كان مشاكل كتير. دلوقتي اجاز انها تبقى من الحي او من بره. لا، هي لازم تقدم في الحي. لجنه لا تكوينها يبقى تكوينها لازم تبقى من بره، بس ازاي بقى تتكون؟ أه. ده اللي احنا عايزين هنتكلم فيه النهارده. وعشان يبقى اللائحه التنفيذيه لما تنزل وهي متكامله. القانون اللي قدمه سيد عمرو درويش هايل جدا. ممتاز. يعني عمل تيسيرات كمان في التقسيط، والتيسيرات في التقسيط وصلت لخمس سنين بدل ثلاثه. بس يعني يبقى في نفس الوقت كان القانون القديم يقول لك لو قسطت مش هديك نموذج 10. اللي هو النهائي. نموذج فسر لنا، ما نعرفش يعني نموذج 10. نموذج 10 ده اخر حاجه بتحصل عليها لما تخلص كل المعاينات والاعتمادات وكل حاجه، وهتدفع بالتقسيط يقول لك لا في الحاله دي مش هديك نموذج 10 اللي هو الرخصه. لا انا هاجلها لك. فعمرو بيه قال لا، القانون الجديد بيديها له وعليه تقسيط بيدفعه ملتزم بيه، لكن لازم يحصل على نموذج 10 عشان بيحس بامان. فدي كانت برضه احد عيوب القانون القديم، ودي كانت نقطه بمنتهى الخطوره، ودي كانت بتخلي الناس تتراجع، معاش فلوس تدفع ومش هتاخد نموذج 10 في الاخر، طب انا اقدم ليه بقى تصالح؟ طب هو التصالح هيكون على جميع مخالفات البناء، الاهالي والتابعه للاحياء والتابعه للتعاونيات، لانه انا كمواطن يعني بقابل بعض المواطنين بعض المساكن التابعه للتعاونيات ما بيشملهاش التصالح. هو عايز اسال بس معنى كلمه تعاونيات اللي هي ايه تقصد يا دكتور؟ اللي هي تبع الجمعيات التعاونيه. هو عمل مخالفه في ايه؟ الجمعيه نفسها عملت مخالفه ولا هو مواطن عمل ساكن عمل مخالفه؟ فتح سلم ياخد بيعمل عليه تصالح. فتح سلم زود كم متر كده بتاع بيعمل عليه تصالح في الاضرار الارضي بالذات، بيعمل تقنين. بيعمل تقنين. يجيب الرسومات الانشائيه. كان بيتقال له طبقا قبل كده لا ما عليهاش تقنين التعاونيات. ما هي بقول لك يعني هنا النهارده كله هيتقنن بس طبقا للقانون. وطبقا للاعراف الهندسيه المتعارف عليها، ويقدم رسومات وشهاده من استشاري معتمد في نقابه المهندسين، كل ده بيقدمه للجنه. طب هل مشروع القانون اختصر الخطوات دي؟ لانه برضو ما دام هيبقى في لجنه ايه لازمته انه هو يروح يجيب من نقابه ويدفع فلوس هنا ويدفع فلوس هنا ويدفع فلوس هناك؟ ما اللجنه هتشوفه وهتعمل له الرسم الهندسي وهتخلص له لا اللجنه ما بتعملش الرسم الهندسي. طب ما تعمله. لا مش هتقدر. طب ما هو لما هيروح لمهندس النهارده في النقابه، مع كل احترامنا لكل المهندسين والناس كلها، عشان يعمل له رسم هندسي ان شاء الله يكون فتح سلم زي ما سعادتك قلت، او فتح شباك، او فتح، او زود مترين ثلاثه، اقول له عايز 5000 جنيه علشان الرسم الهندسي. طبعا كله عايز ياكل ويشرب على المخالفه، فالراجل بقى مش هيقدم
احنا عايزين يعمل له تيسيرات علشان الراجل يبادر الى التصالح والى الدفع. والله فكر جميل جدا حضرتك سيادتك بتقوله، وده ممكن يبقى ينص عليه في اللائحه التنفيذيه للقانون. في اللائحه التنفيذيه ما نكترش الخطوات عشان المواطن ما يعني لا، او ننوع ننوع التصالح يعني اللي هيعمل حاجه صغيره مش لازم بقى يروح استشاري ورسمه ومسقط ويدفع لا، يكتفوا ان هو بمعاينه اللجنه. معاينه اللجنه هي تعملها طول، هي تقدر في كام سطر كده ورسم كروكي ما بيش عارف ويدفع لها رسوم بس مش 5000 هيدفع مثلا 1000 بالظبط. اللجنه لو مش جايب ده ايراد برضه للدوله، يعني ده المبادره بتاعت حضرتك دي او الفكر ده هيحقق للدوله دخل اضافي. صحيح، لا هتخلي الناس تبادر، انما لما يلاقي الدنيا خطواتها صعبه ومعقده. شكرا كابتن. وبعدين اللجنه دي ما هو مين رئيسها؟ ما هو راجل استشاري معتمد من نقابه المهندسين ومن الدوله، يعني يقدر زي ما حضرتك بتقول انه يقوم بالعمل ده. الكروكي ده مش هياخد منه دقيقه، يعني هيعمل رسم هندسي كروكي كده مش هياخد منه حتى دقيقة. لو خد مش كروكي، كروكي في الاول وخد بعد كده رسم هندسي هندسي واعتمده، هو اوريدي هو استشاري. اي بالظبط. يعني بالظبط بالظبط، هو لجنه استشاري راسها مهندس استشاري لازم بالظبط. طب ليه لا مواطن يروح لاستشاري بره؟ صحيح. ورسومات، طب هي نخلي خليك ليه ما تكونش في كلها في منطقه واحده داخل الدوله؟ صحيح. والدوله تستفيد والمواطن يستفيد. صحيح صحيح. ايه المانع في ده؟ كلامك صح. ومش شرط تكون مخالفه صغيره، ممكن تكون مخالفه اكبر، برضه استشاري هو ده رئيس اللجنه، يعني عنده القدره والكفاءه، وانا عصرتهم كلهم اساتذه كبار ما شاء الله عليهم. لا يعني العبره مش في الاستشاري مخالفه صغيره، لا ده لا لا ده ناس، ومش عايز اقول اسامي يعني عشان صحيح احنا صحيح على الهوا كلهم. يعني التعليم الهندسه عندنا في مصر حاجه ممتازه عالي. لا رؤساء اللجان طبعا. طبعا. فاستعين بيهم طيب في عمل الرسومات لو المواطن عايزهم يعملوا الرسم بتاعه اللي هو محتاجينه. ايوه. وهم اولا عندهم القياس وعندهم القدره والكفاءه والخبره كل حاجه هيعملوها، لان هو الاستشاري بتاع اللي هو من بره ده هو بيطلع لك الشهاده والتقرير راح ختمها ختم بتاعه وختم نقابه المهندسين وخلاص. كان قبل كده طبق القانون روح هات ورقه من الحته الفلانيه، اعمل نموذج من الحته الفلانيه، اعمل ورقه من الحته الفلانيه. طب ما هو يقدم على التصالح واللجنه تيجي تعمل كل الحاجات دي وهي بتعاين، ما تدرس الحاله بالظبط وهي بتعاين وتعمل له الحاجات دي كلها وتختار خد تاخد اجر، ما قلناش حاجه، بس هتاخد اجر معتدل غير الناس اللي بره. لا غير كمان بالاضافه لكلام سعادتك المحترم، اللجنه اللي موجوده هنا في القانون اللي هتشكل في اللائحه التنفيذيه مكتوب انها تشكل لجنه من الاسكان والمرافق، لجنه وزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه الجديده والتنميه المحليه ووزاره العدل. فانا قلت للنائب عمرو دريش قلت له ما يكفيش، قال لي يعني قلت له لوحدهم كده هنفضل محلك سر، فلازم ينضم ليهم نوعين. المرور؟ لا لازم ينضم ليهم النوع الاولاني اعضاء من ذوي الخبره عشان يدوهم المعايشه على الطبيعه، هم في مناصب لكن مش قاعدين مش في الشارع. ايوه. النوع الثاني المحافظين، بمعنى ايه؟ ما مصر شرقي، منطقه شماليه جنوبيه غربيه شرقيه. ايوه. اخلي من كل منطقه محافظ يبقى موجود في اللجنه دي عشان المحافظ هو اللي بيحدد سعر المتر كام. ايوه. ما تبقاش مفروقه برضه للتقديرات اللي جت غلط تكون صح، لا يبقى كل محافظ من المنطقه دي عارف منطقه الصعيد المنطقه الجنوبيه ممكن يبقى سعر المتر يبقى كام، يتحط كله في اللائحه التنفيذيه من اول السطر من اول يوم، ما تبقاش اجتهادي. هو المحافظ هيبقى فاضي يبص على كل مخالفه، افرض المحافظه عنده فيها مخالفات كتير هيبقى عشان كده يخش جوه اللجنه بقى. يخش اللجنه، يعني المحافظه بيمثل المنطقه الجنوبيه، فناخد مثلا لجنه مره في الاسبوع ولا حاجه بينظروا 100 حاله ولا حاجه، بس دي لجنه ما فيها وزارات ليه ما يبقاش فيها محافظين؟ عشان كمان المحافظ مع وزير التنميه المحليه الاثنين مسؤولين مسؤوليه مباشره عن التنفيذ. ايوه بالفعل على ارض الواقع. أيوة. لازم يبقى ممثلين على المحافظين، اربع محافظين واربعه من اعضاء ذوي الخبره مع الاربعه الممثلين الوزارات دي. أيوة. كده يبقى اللجنه هتعمل شغل رائع جدا وشغل سريع، وهنحقق كلام سيادتك ان هو يبقى في سرعه في الانجاز. أيوة. مش لسه هيجتهد يبقى المتر، لا الناس زعلانه ان المتر 1000 جنيه، طب لا انا خليهم 500. الله يعني ايه زعلانه وايه يعني الموضوع؟ لا زي ما لازم يبقى له قواعد بقى. ايوه. فرصه مشروع قانون جديد يبقى له قواعد من اول السطر. ايوه. طيب هو اجاز التصالح بموجب موافقه مجلس الوزراء وفقا لشروط وضوابط. انما ما يتعلق بالسلامه الانشائيه قال لك لا ما فيهاش تصالح. تمام. كل مخالفه بطريقه ما او باخرى من الممكن يتقال فيها
لو اللجنه متعسفه وهي مش حباني مثلا هتروح جايه كاتبه انه مهدد السلامه الانشائيه. لا اصل الموضوع كلمه مش لازم نعمل تعريف اجرائي زي ما بقولوا كده للسلامه الانشائيه، انه كسر عمود، انه عمل حاجه، هد حيطه مثلا، انما لازم نعرف السلامه الانشائيه علشان تبقى ما هي دي معنى اللي انت قلته ده معنى السلامه الانشائيه. يعني ايه؟ يعني واحد واخد ترخيص اربع ادوار بنى 10. ايوه كارثه. ايوه صح صح، ده يهدد السلامه الانشائيه، مش بس كسر عمود، لا ده كسر ارواح. ايوه دي سلامه، هي دي معنى السلامه. والجسات بتاعته مش مظبوطه. دي بتاعت اللجنه بقى الاستشاري، عشان كده يعني الاستشاري يكشفها. السلامه الانشائيه بتهدد ارواح. لا يجوز خلاص، ما احنا بنعاني من تهدم عمارات فجاه بتقع ليه؟ بتقع عشان الحاجات دي. ما كانتش موجوده زمان في رقابه عليها. وكمان في نفس الوقت برضو لازم محتاجين في اللائحه التنفيذيه الجهات الرقابيه، مين هي اللي هتراقب اللي بيحصل ده؟ لان من ساعه المواطن ما يخش مركز تكنولوجيا في الحي لغايه لما يستلم نموذج 10، مين الرقيب على كل المراحل دي كلها؟ مين الجهات الرقابيه؟ برضو في ده هتحدده اللائحه التنفيذيه بتاعت القانون. عشان كده يعني هيبقى دورها ايه الجهه الرقابيه هنا؟ جهات رقابيه بقى ايا كان، يعني المواطن لو حس في اي خطوه من الخطوات دي بخلل يقدر يلجا للجهه الرقابيه. بالظبط كده، المواطن وليس الحي بقى. تظلم يتظلم. يتظلم لانه بقى له حق التظلم. له حق التظلم طبعا. هتظلم من مين؟ لان الجهه هتظلم فين بقى؟ هتظلم بيني وبينك لنفسها. بالظبط، هيبقى صعب. فكره حلوه. يبقى في حكم بيني وبينك، بين المواطن والدوله. يبقى في حكم من الدوله موجود هو اللي يحكم بقى على التظلم ده، انا معايا حق ولا معيش حق. صحيح، حلو. انا وشغلي متعطل ولا ماشي. متعطل ليه؟ عشان المحليات ومشاكلها. يبقى في جهات رقابيه على هذا الكلام تحدد في اللائحه التنفيذيه. في حاله الموافقه خلاص الدنيا خلصت، والعميل مرتضي، المواطن راضي والعميل مرتضي، خلاص خلصت الحكايه. بالظبط. في حاله ان هو مش راضي وحاسس بغبن او ظلم في التسعير او في الاجراءات او في خلافه، يلجا اقتراح سيادتك الى لجنه ثانيه. بالظبط. حاجه ثانيه انا شفتها مره، ناس مخلصين ومن سنه ودافعين كل المستحقات وبقالهم سنه مش عارفين ياخدوا نموذج 10. حصلت كتير، بس بقابل مواطنين كتير لسه ما خدوش. ليه؟ مع ان مسدد كل حاجه. مسدد ليه؟ انا اقول لحضرتك ليه. ليه بقى؟ عشان في طبق القانون اللي لسه معمول بيه لغايه دلوقتي، لغايه ما ده يتم اقراره من مجلس النواب، عشان في دايما شغالين بنظام المركزيه. يعني ايه؟ تعالى منطقه زي منطقه جنوب القاهره فيها 12 حي. تخيل 12 حي كلهم اللجنه، يعني مكتب اللي هي زي حلوان ومعادي، حلوان ومايو والتبين والمعصره والتراب 12 حي والمقطم والخليفه وسيد زينب، مصر القديمه، كل دول جنوب القاهره. كل دول جنوب القاهره. من تخيل وانت نازل على الصاله. شوف التكدس بتاعهم قد ايه بقى، كبير السكاني. لما كلهم يبقى عندهم ليهم مقر واحد في مكتب نائب الجنوبيه في زهراء المعادي، واللجنه بتنعقد بتاعت كل اربع احياء يومين في الاسبوع، ده يخلص امتى؟ عايز خمس سنين طبعا. مركزيه لازم تخلص من الحكم المركزي ده اللي احنا بنتعامل بيه. ازاي؟ ان انا عندي مثلا اربع احياء اللي جنب بعض زي مثلا مايو وحلوان والتبين والمعصره، يبقوا لهم مقر اللجنه بتاعتهم عندهم، تشتغل كل يوم من 9 الصبح. انا لجنه المعاينات بتيجي من الظهريه يا دكتور علي. ايوه انا شفتها بيجي من الظهر، بيقعدوا ساعه ولا ساعه ونص ويمشوا. ايه ده؟ فطبعا تبقى الامور متعطله. لازم هي الجهات الرقابيه هنا هتراقب اداء انما بينعقدوا مده طويله وبينجزوا ولا ما بينجزوش. طيب اسمح لنا نشرك طرفا ثانيا في الحوار. معنا الصحفي الاستاذ محمود فايز، مدير تحرير موقع تحيا مصر. برحب بك يا استاذ محمود. اهلا بيك يا استاذ علي والساده المشاهدين. استاذ محمود، مجلس الشيوخ وافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. في تقديرك ما اهميه هذه الموافقه في ضوء ما يعني ما كصحفي وكمدير تحرير الموقع تحيا مصر مارسته من المخالفات قبل ذلك، حجم الظاهره ورغبه المواطنين في انهاء التصالحات؟ طب خليني كده قبل ما اخش في التفاصيل، يعني هشير لعدد من النقاط اللي ممكن توضح لنا الصوره بشكل كبير وتوضح لمشاهدين حضرتك ليه احنا قدام قانون تصالح جديد لمخالفات البناء. زي ما حضرتك عارف، من 2019 صدر قانون جديد للتصالح على مخالفات البناء لمواجهه اشكاليات مخالفات البناء في مصر بحاله.
تضمن انه زي ما حضرتك عارف ان المخالفات هي استثناء، وبالتالي لابد من وجود قانون استثنائي لمعالجه هذه المخالفات لمعالجه هذه الاستثناءات. وبالتالي اصبحنا قدام امام قانون لتصالح المخالفات البناء منذ 2019 حصلت بمجرد تطبيقه على ارض الواقع حصلت فيه نوع من الاشكاليات تطلب تعديلات اخرى. هذه التعديلات واجهتها كثير من الاشكاليات. الاشكاليه اللي توقفنا قدامها هي كانت ان احنا عندنا ما يقرب من 10 مليون مخالفه بناء في مصر، لم يتقدم الا نحو 2 مليون و900 صاحب مخالفه. 10 مليون مخالفه استاذ محمود، بكرر الرقم مره اخرى. ما تقدم 2 مليون فقط. تقدم في 2 مليون و900، ولم يتم البت في بحسب قانون التصالح الا في 124 الف طلب. أيوة. يعني شوف حضرتك المقارنات بين 5% يا استاذ محمود. يعني عندنا تقدم 2 مليون او ما يقرب من 3 مليون لم يتم البت اطلاقا الا في 124 الف. طب ايه السبب في عدم البت؟ كان القانون هقول لحضرتك، انا زي ما قلت لحضرتك بالترتيب كده في اشكاليات واجهت التطبيق على ارض الواقع. ممكن نعتبر اشكاليه متعلقه بعدم الفهم الكامل من موظفي الادارات المحليه للقانون الجديد، لعدم ادراك النقطه الثانيه، ممكن لعدم ادراك المواطن للقانون على ارض الواقع. وبالتالي كنا قدام اشكاليات ادت في النتيجه الى انه القانون لم يفعل على ارض الواقع ولم يحقق نتيجته، سواء في تحقيق موارد الدوله المطلوبه. ما هو حضرتك المخالفات انا بستهدف منها موارد، لا الموارد تم تحقيقها ولا مواطنين تم تحقيق الاستقرار لانفسهم من خلال التصالح على هذه المخالفات. وبالتالي اصبحنا قدام اشكاليه تطلبت ان نكون امام قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، وهو ما انتبهت له الحكومه بالتنسيق ما بين البرلمان، لجان البرلمان وتحديدا لجنه الاداره المحليه ولجنه الاسكان. وبالتالي هنا الشرح ده كان بشكل مختصر ليه احنا قدام قانون جديد. القانون الجديد دخل المجلس، مجلس اعده مجلس الوزراء وعرضه على مجلس النواب تحديدا. وحضرتك عارف في ضوء الحركه التشريعيه في مصر دلوقتي فيه نوع من انواع الثراء اللي بيتم مناقشه القوانين على اكثر من مرحله، في ظل وجود مجلس الشيوخ تم احاله القانون لمجلس الشيوخ لنقاشه، وللامانه حصل فيه نقاش كبير جدا ومناقشات على كافه المستويات. القانون ده تضمن عدد من الاجراءات اللي هتتغلب على الاشكاليات التي واجهت القانون الصادر في 2019. يعني هد لحضرتك امثله بسيطه على بعض الاشكاليات اللي كانت بتواجه القانون وما حققتش الاغراض المتعلقه به او الاهداف المتعلقه بها. كانت على سبيل المثال الاراضي او بيطلق عليها يعني المساحات الفارغه ما بين المباني وبعضها البعض في الاراضي الزراعيه، المتخللات يا استاذ محمود. المتخللات. يعني حضرتك شفت كده المساحات المتخللات اللي متواجده من المباني وبعضها دي ما كانش بيحصل عليها تصالح. القانون الجديد يعني تطرق لهذه الجزئيه، تطرق لهذه الجزئيه ووضع ضوابط متعلقه بالتصالح على هذه الجزئيه. وغيرها من الموضوعات اللي كانت معطله اليات التصالح في المخالفات التي يتم تقديمها، سواء بقى من المخالفات اللي كان تم تغيير النشاط فيها، تغيير الاستخدام، الجزئيات المتعلقه بال خطوط التنظيم، المباني المتعلقه بالتراث، وتحديدا التراث دي انا عايز اقول لحضرتك نقطه. المباني التراثيه كان فيها مشاكل وفق القانون القديم ان ما يتمش التصالح عليها. هو فتحها في القانون الجديد ولكن وضع لها ضوابط محدده بموافقه الجهه الاداريه وتحديدا جهاز التنسيق الحضاري المتعلق بهذا الملف تحديدا. اذا احنا قدام عدد من النقاط اللي ممكن تسهل من عمليه التصالح في مصر خلال الفترة المقبلة، من خلالها هتحقق نوع من أنواع الاستقرار بالنسبة للمواطن، وهتحقق مورد جديد من موارد الدولة. طب هل تعتقد حضرتك، عايز أقول لحضرتك أنه في ضوء المعطيات اللي أنت ذكرتها دي كلها اللي هو بيتناقش حاليا في لجنة الإسكان في مجلس النواب، أنه من المرجح أن يصدر القانون بشكل عاجل واللائحة التنفيذية أيضا؟ بلا شك القانون بيمثل اولويه للسلطه التشريعيه. انا عايز اقول لحضرتك ان هو بيتم مناقشته دلوقتي بعد الموافقه في مجلس الشيوخ في لجنه الاسكان برئاسه النائب عماد حموده،
واللجنه متواصله الاسبوع القادم للنقاش، واعتقد قبل 20 ديسمبر قبل 20 ديسمبر هنكون قدام قانون متكامل متوافق عليه من مجلس النواب وسيتم التصديق عليه من رئيس الجمهوريه ليدخل حيز التنفيذ بالاقرار من خلال اللائحه التنفيذيه بعد صدوره بشكل كبير. هو اللائحه التنفيذيه يا استاذ محمود هتبقى خلال 3 شهور من صدور القانون، يعني بحد اقصى 3 شهور. انا عايز اقول لحضرتك يا فندم، انا بتكلم على تاريخ محدد، انا بتصور ان احنا سنكون قبل 20 ديسمبر، قبل 20 ديسمبر لان المجلس رفع جلساته حتى 18 ديسمبر، وبالتالي سيكون امامه فرصه للنقاش ما بين 19 و 18 ديسمبر المقبل، ينتهي المجلس من هذا القانون ويحيله لرئيس الجمهوريه للتصديق عليه، ومن ثم تبدا الحكومه في اعداد اللائحه التنفيذيه المترجمه لنصوص هذا القانون. بالظبط بالظبط. مجرد النشر في الجريده الرسميه القانون بيخش بيدخل الحيز التنفيذي. انا عايز اقول بس لحضرتك نقطتين مهمين من وجهه نظري عشان بس الناس ما تتصورش ان احنا قدام قانون تصالح فبالتالي اقوم بعمل مخالفات من اجل ان يتم التصالح وفق القانون الجديد. المخالفات التي سيتم التصالح عليها في القانون الجديد محدده وفق القانون وفق التصوير الجوي الذي اجرته القوات المسلحه وفي 30 يعني اي مخالفه جديده ما فيش 2022 اي مخالفه تصالح عليها ما فيش تصالح اي مخالفه لحد 30 سبتمبر 2020 سيتم التصالح عليها. عايز اقول لحضرتك نقطه ثانيه في ان فيما يتعلق بمن قدم طلب تصالح في وفق القانون القديم ولم وتم رفضه، يحق له التقدم بطلب جديد للتصالح على ذات المنشاه ثاني. ما يتحل على طول اوتوماتيكلي، لازم يحق لازم هيقدم ورق ثاني ويجري الخطوات دي ثاني بنفس الاجراء باجراءات جديده ورسوم جديده يحق له التقدم من طيب. جديد. وعند النقطة دي أنا بشكر سيادتك شكرا جزيلا، الصحفي الأستاذ محمود فايز مدير تحرير موقع تحية مصر، وأعود إلى ضيفي الكريم الأستاذ طارق فتح الله خبير التطوير والتنمية العقارية. النقطة دي جديرة بالملاحظة، يعني طرف الطلبي أرجع أقدم تاني وأمشي الخطوات تاني، هو قال لك ويدفع الرسوم تاني الله. طب ما يتحل أوتوماتيكالي من مش ده إذا وجدت ملفه ده إذا لقيت الملف هيكون ضاع، يعني مستحيل. ما المركز التكنولوجي ما دي كانت أحد مشاكل القانون القديم. كان تكدس والملفات ما تعرفش أولها من آخرها إيه. فاللي بعدين اللي بيترفض ده في اللجنة، يعني اللجنة رفضت صلاح نموذج 7 بدل 8. فأخذ نموذج خد رفض. فين بقى الملف؟ هل هو في اللجنة ولا في الحي؟ المواطن يفضل دايخ رايح جاي. ما يعرفش هو فين. ما يعرفش هو فين. نمره واحد نمره اثنين. طب معانا نموذج يقول انا كان لي طب الرسوم اللي انا دفعتها بقى هنا بقى انا هدفع جديه حجز جديه صاله 25% مصيرها ايه؟ مش عارف لكن هو معاه ايصالات سداد. معاه ايصالات هنا بقى بموجب ايصالات سداد عشان نحل وندي المواطن حقه، بموجب ايصالات سداد اللي عنده يقدم بيها بنفس الايصال بالايصالات دي يقدم بيها تاني وتيسر له بقى ولو وحبذا لو طبقوا مبادره الحركه ان رئيس اللجنه او الاستشاري الموجود في اللجنه هو اللي يقوم بعمليه المعاينه من غير بقى استشاري، من غير يعني استشاري جديد بقى يبقى في حياديه بس يبقى في حياديه دي المشكله، ويلجا للاستشاري هو الخارجي بقى بره اذا لقى ان اللجنه فيه غبن عليه او ظلم وقع عليه. وفي جهات رقابيه اللي احنا بنطالب بيها تبقى في اللائحه التنفيذيه. في اللائحه التنفيذيه. تمام موجود. هل اللي هيتم بالتصالح في مخالفات البناء في المدينه وفي الريف؟ قال الاستاذ محمود في الريف ايضا. في الريف كله. متخللات سعادتك اضافت. متخللات بالظبط طب هو ده ما في احيانا متخللات باعتبار احنا بنزور الريف كتير. متخلل لكن له مسقى ويصح ان هو يتزرع. ويبقى ارض زراعيه والثروه الزراعيه لا يعلى عليها حاليا. لا هو المتخلل واللي وضحه استاذ محمود ان هو زي النهارده جالي تليفون من صديق قال لي انا كل البيوت اللي حواليا مبنيه في الارض الزراعيه الا القطعه بتاعتي لسه ما بنتهاش. ماشي لو ما هو كان زمان دي متخللات. كان زمان الزراعه تقول لك ايه ما دام ما لهاش مسقه ما فيش عايز يبقى تتبني توافق على بنيانها. دي المتخللات. لانها معطله لا بتتزرع ولا بتتبني. لو لها مساله بترجع بقى لقرار الاداره المحليه او مجلس الوزراء بقى لازم يعني وزاره الزراعه كل ده جهات بصد عشان احافظ على الثروه الزراعيه بتاعتي. صحيح بس هو قال ان هي مرتبطه بفتره زي ما حضرتك كمان 20 سبتمبر. طب والقطع اللي زي دي بقى دي بيعمل لها ترخيص عادي؟ لا يعملها القطع اللي زي المتخللات دي دي تصالح دي تعمل لها بس بعد التصالح. لا هو ما خالفش لسه، هي القطعه لسه ارض
لا يبقى يقدم على ترخيص مباني، بيقدم ترخيص اذا خد الترخيص خد، ما خدش خلاص يعني المركز او الحي يقدم. تمام. طب والناس اللي هتعمل المخالفات مع اول ما بيسمعوا انه في قانون جديد تلاقي الناس طلعت تجري يقول لك الحق ده في قانون جديد يا عم. عشان كده صباح محمود قال لك من خلال التصوير الجوي اللي بتقوم بيه الاداره المختصه العسكريه دي لغايه 2020 سبتمبر 2020. دول اللي هيعملوا مخالفات بقى دلوقتي دول هيشربوها يعني مش هتقبل وهتتهد طبعا تزال. لازم تزال هتزال لازم تزال. حاجه ثانيه في القانون الجديد اللي هو كان بيتكلم على ودي اتكلمت فيها مع النائب عمرو درويش على موضوع الجراشات. ايوه كويس. قلت له الجراشات دي لازم تنتهي بقى المهزله بتاعتها. ليه؟ ما فات قد ما فات فات، يعني يعمل صناعات تصالح، يعني اللي حول جراج لسكني او اداري او تجاري خلاص ما حول، يعني المخالفه تمت. طب ما هي العربيات في الشارع يعني ما انا المخالفه تمت يعني قصدي ايه؟ تمت في الوقت القانوني اللي هو سبتمبر 2020. لكن اللي جاي جديد ما قننوش بقى، ما ادوش الحق. قلت له في عايزين فرق. قلت له دي عشان تتحط في اللائحه التنفيذيه يا سياده النائب. قال لي عندك حق. لان عشان قلت له عربات الدنيا بقت في الشوارع دلوقتي. الشوارع يعني وبالتالي طب هو وده كان عيب مين يا دكتور علي؟ هي معلش المحليات. المحليات ما شايفين ده بيحصل قدامهم. بس عليهم. الجراش يعني لو اتعمل محلات او اتعمل سوبر ماركت او اتعمل مخزن او اتعمل، هو مش ممكن الرجوع مره اخرى فيه وبدون خسائر؟ ده ما فيهوش خساره، ده لانه مش في ازاله مبنى. ما دام اتعملت المخالفه في لغايه سبتمبر 2020 لا من حقه انه يتصالح عليه، ما هو قانون جديد اهو. طب ليه موجود؟ انا يعني كمواطن بيديله بقى ممكن ازاله مخالفه الجراشات بدون اي خساره؟ ما فيهاش ازاي؟ لا في خسائر. لان واحد عمل سوبر ماركت هتهدهوله؟ ما انا هنزيره بقى اقول له انا هشيل لك بعد شهرين، شيل حاجتك. دفع مليون لصاحب العماره. طب ما هو كان الضحيه المواطنين وعربياتهم في الشارع بقى والزحمه. فدي اشكاليه ما لهاش حل. لكن اللي ليه حل اللي جاي بقى، احنا قانون جديد عشان حياتنا اللي جايه تبقى منظمه. استوب كفايه كده، كفايه علي خلاص. عايز محل روح اشتري محل شرعي قانوني، عايز اداري اشتري مكتب اداري يعني. لكن الجراج يفضل جراج لعربيات الناس تركن فيها، الشوارع كلها مسدوده يا دكتور علي. ايوه هو هنا لما اعمل بفرق ما بين الحالتين ابقى حياتنا اللي جايه تبقى منظمه. ايوه. طب واللي بيفتحوا الشقق الدور الارضي يفتحوها محلات بالظبط، خاصه على الشوارع الرئيسيه اللي يعني فتح هي نفسها نفس حاجة. اللي عمل كده من الاول وفي ظل لغايه سبتمبر 2020 ماشي. والتصوير الجوي هيجيب دي ازاي؟ ده شقق في الدور الارضي. لا بيجيبها، هيجيبها من فوق. اللي بيجيبها المحلات موجوده. اللي عمل مخالفه اتعمل له محضر مخالفه برقم كذا سنه كذا معروف. موجود عنده في الحي. الا اذا بقى حاجه ثانيه ما اعرفهاش. لكن انا بتكلم القانون كده. أيوة. بينزل. ما هو شغل المهندسين الاشغالات ايه؟ ليل نهار يلفوا على كل المنطقه بتاعتهم عشان يشوفوا المخالف واللي عمل واللي فتح الدور الارضي والمحل واللي عمله وهكذا، ويعمل له محضر مخالفه ويحوله للنيابه. بيفتح المحل على الشارع الرئيسي وبياخد نص الشارع من الناحيه دي والمحل الثاني نص الشارع والعربيات ما تعرفش تمشي. بالظبط. يعني وانا مريت بالتجربه الماليه دي في المعادي عندي يعني. موجوده في يعني موجوده في المعادي، موجوده في المعادي، موجوده في معظم الاحياء. مين السبب في ده؟ مين اللي سمح لهم بده من الاول؟ لابد ان يحاسب المحلي الحي المسؤول. اها تقوليش انا وانا خليته يعمل وانا اديته، انت سبته ليه يفتح يحول شقه لسوبر ماركت محل جزارة؟ ده بسوبر ماركت ومحل جزارة والله محترمين شويه. هو في النهايه المواطن بيخش من على الرصيف. المشكله في الورش، ورش اصلاح العربيات بالذات تلاقيه قافل لك الشارع خالص. او ورش اصلاح التكاتك وده اللي بيعاني منه مساكن صقر قريش. ورش الحديد تلاقيه بيشغل بالحديد وحاطط بيبان الحديد في قلب الشارع. لا شغلانه لا يعني لا. فدي ما دي حاجات. وبعدين التلوث البيئه بيساعد في التلوث كبير جدا، لان منطقه انا اعرفها في المعادي عندي كل الشوارع بتاعت المشروع كلها محلات. لا ما تقوليش ان لو محل سوبر ماركت يبقى كويس. لا مش كويس، لان هو بيلوث البيئه الشوارع. طب دي مش سلامه انشائيه؟ ليه ما يتنصش على حاجه زي كده اللي بيعطل المرور؟ عشان كده اسال سعادتك. مين اللي قال انها مش سلامه انشائيه؟ ممكن تهدي السلامه الانشائيه. ممكن تهدي السلامه الانشائيه طبعا، لكن مش حوايج بتتهد. بس مش هتبقى واضحه قوي. ما هو التحميل هنا انما يهدد المرور ويعطل المرور حياه المواطنين. لما انا ابقى ماشي في الشارع او بنتي والاقي الشارع بقى حته كده ومش عارف اعدي وعربيه طايره جايه كده، ما هتموتنا. ولما كل حوائط العمارات دي كلها اللي متحمل عليها هندسيا تتشال، ده مش سلامة إنشائية يا دكتور علي؟ سلامة إنشائية؟ معلش ما قلناش لا. مع مرور الزمن أي حاجة تقع. أيوة.
نامل من ربنا انه ده ما يحصلش ان شاء الله يا رب. لكن يعني طيب احنا ايه النصايح حضرتك كخبير في التطوير والتنمية العقارية للمواطنين وللمشرع ايضا؟ لسه الفيصل النهائي مجلس النواب لما هيطلع القانون ان شاء الله يا رب قبل نهاية السنة ان شاء الله، ايه النصايح اللي حضرتك؟ النصايح عندك تاريخ طويل في هذا المجال، ربنا يخليك. لا النصايح زي ما قلتها للسيد عمرو، ان لابد قلت له القانون ده كده هايل جدا، هايل لكن في الناحيه التنفيذيه انت بتقول في الماده 5 في احد المواد هنا ان لابد بتشكيل لجنه من 3 4 جهات بس، اللي هو التنميه المحليه، وزاره الاسكان، وزاره العدل. ايوه تقول لا ما ينفعش ما يكفيش، لابد من اضافه من ذوي الخبره. والنهارده انا بقول لكم لابد من اضافه محافظين من كل منطقه في مصر بيمثلوا المنطقه بتاعتهم يخشوا في اللجنه دي. طب وليه ما يتوجدش في اللجنه؟ ليه ما يتوجدش في اللجنه ممثل للمواطنين؟ يعني انتوا جبتوا كل الناس وما فيش حد يدافع عن المواطن، طب ما يجي مواطن نختاروه من اي حته، يختاروه ممثل عن المواطنين ايضا بحيث انه يبقى له ايضا راي في الله. هتعمل اشكاليه وهتبقى تخش فيها ممكن شبهه مصالح. مش هختار اي مواطن، هختار مواطن حكيم. طبعا بس مين فاضي يعني؟ شخصيه اسم مين هيبقى فاضي ان هو يقعد كل يوم بقى عضو مجلس شعب سابق او حد يعني لازم يبقى متفرغ محلي او تنفيذي ولا صعب. لكن السهل ان انا اقضي على المركزيه اللي انا قلت عليها، ان كل منطقه مثلا زي قلنا القاهره زي ما نقول مصر 4 مناطق، القاهره 4 مناطق، اقسم الاحياء ابعدهم عن بعض شويه، اقسمهم الناس كذا لجنه. اعمل ليه ما اعملش 3 لجان في جنوب القاهره، لجنه واثنين وثلاثه عشان ما تبقاش الدنيا زحمه في زهراء العادي، كل مكتب النائب في النائب الجنوبيه في زهراء العادي، وبعدين كل لجنه تقعد لها يومين وتيجي الساعه 12 تمشي الساعه 2. ايه الكلام ده يعني؟ ما انا ما شفتش كده بصراحه. طيب يعني النصائح للمواطنين عشان الوقت، المواطنين حاولوا تخليكم مقننين دايما، حافظوا على بلدكم. ايوه حافظوا على مستقبل اولادكم اللي جاي، ما تفكرش في النهارده انك انت تاخد حاجه مش من حقك، تبقى شاطر وتنتش وتجري والمخالفات اللي في الشوارع، لان اللي هيدفع ثمنها ولادك واحفادك. ايوه فكر في دول، هتوافق ان يدفعوا الثمن؟ ربنا هيحاسبك، ما كانش في الدنيا هيبقى في الاخره. لا ويساعد الدوله ويساعد الحكومه والرئيس على ان مصر تبقى بلد جميله، هم يا ريت نساعد الرئيس وقضهم وقضيدهم على ان مصر تبقى بلد حلوه، نساعدهم، ده الواجب مش كده برضو؟ ده الواجب. ومجلس الشيوخ مجلس الشيوخ شغال، مجلس النواب شغال، كله شغال عشان الدوله تبقى حلوه. انا بقى مواطن فين دوري بقى؟ فين انت دورك كمواطن؟ يعني لازم تساعد كل الجهات دي، ده لازم، ولازم اقوم بواجبي وضميري يحتم عليا ايه اعمله. الله، ولازم افكر في الاجيال اللي جايه دي. انتوا لو عملتوا الاتحاد الدولي من سنه 64 طلعتوا حاجات ولا في الاحلام اتربينا عليها. فكرتوا في اولادكم واحفادكم اللي طالعين زينا وده احنا كبرنا وغيرنا واولادنا بيطلعوا، اتعلمنا منها البرامج الاذاعيه والتلفزيونيه، اتعلمنا من برنامج حياتي، اتعلمنا من امال فهمي، اتعلمنا حقيقي. واشكرك يا لك من محب للهيئة الوطنية للإعلام ولمحطات الراديو وقنوات التلفزيون، في بدأت الحديث بها وأنهيت الحديث بها، أنا بشكر سعادتك شكرا جزيلا على دعمك للعاملين في الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية، شكرا جزيلا تحت قيادة الأستاذ حسين زين والمسؤولين في الهيئة الوطنية. بشكرك شكرا جزيلا، كل تحية وتقدير شكرا جزيلا لقيادة الهيئة الوطنية للإعلام الأستاذ حسين، الحقيقة بيبذل كل جهد معاكم في لتطوير هذا الصرح العظيم ويستمر ان شاء الله. يا ربي بشكرك شكرا جزيلا. كنت بتطلعوا مواد اعلاميه، القنوات الخاصه بتطلع توك شو، ادي الفرق. بشكر سيادتك شكرا جزيلا على دعمنا. استاذ طارق فتح الله خبير التطوير والتنميه العقاريه شكرا جزيلا، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقه قادمه من قضايا تشريعيه، لكم تحيات اسره البرنامج والى اللقاء.